باسم شبكة شام، أهلا بك حسان معي في هذه النشرة. إذا عمليات نوعية للجيش الحر بريف دمشق وعلى الطريق الدولي دمشق بغداد، وهناك تقدم كما أفدتمونا حسان، يعني لو تضعنا في صورة الوضع الميداني لديكم. نعم أمير، السلام عليكم. وعليكم يعني السلام. خلال دمشق يشهد مواجهات واشتباكات وعمليات يعني من قبل الجيش الحر واسعة، سواء في الغوطة الشرقية في صد محاولات التقدم من قبل قوات النظام على جبهة المناحة وجبهة جوبر، أم في القلمون بعد إعلان معركة عواصف الصحراء التي قامت بتحرير عدة كثائف بين مطار السين العسكري ومطار أضمير وقطع دمشق طريق دمشق بغداد الدولي الذي يعد الشريان الرئيسي لإمداد كثائف الأسد في منطقة القلمون الشرقي، إضافة إلى أن هذا الطريق يعد شريان أساسي أيضا لإمداد قوات الأسد من يعني الميليشيات العراقية الموجودة في العراق. يعني في الغوطة الشرقية يعني عدة غارات يشنها الطيران الحربي على غارتين من الطيران الحربي على حي جوبر الدمشقي، إضافة إلى أكثر من 10 غارات متتالية على بلدة المليحة اليوم صباحا وحتى الآن. يعني محاولات اقتحام متكررة على جبهة المليحة من إدارة الدفاع الجوي أيضا مجمع تميكو، أيضا بين يعني بالمنطقة الفاصلة بين مزارع شبعة ومدينة المليحة. نعم، يعني يعني حسان، هذه الهجمات الآن هل تعد يعني عمليات هجومية أم عمليات دفاعية للجيش الحر؟ أخي الكريم، يعني منذ فترة أسبوع تقريبا قام الجيش الحر بعملية انغماسية قاموا بها يعني بالتسلل إلى عدة مواقع للنظام، ويعني تم قتل الكثير من الشبيحة واغتنام ما لديهم من أسلحة، وتراجع الثوار إلى أماكنهم. يعني في حالة الغوطة الشرقية الثوار يتمكنون من فقط يعني هجومات يعني يعني لعدة ساعات، ليس إلا يعني يقومون باقتحام منطقة، تمشيط سريع، قتل عناصر الشبيحة، اغتنام ما لديهم من سلاح، والعودة للتمركز بنقاط جديدة إن استطاعوا التمركز بنقاط جديدة يعني أكثر قربا إلى قوات النظام من التي قبلها، يقومون بالتمركز بها. يعني خلال أكثر الطابع الذي يتمثل به الثوار في الغوطة الشرقية هو طابع الدفاع نوعا ما، يوجد خطط للهجوم تدرس بشكل جيد ويقوم بها الثوار ويحرزون بها انتصارات مهيبة، كما يعني كانت من خلال المعارك الأخيرة حينما تم الدخول إلى أجزاء من حاجز النور إلى إدارة الدفاع الجوي في المليحة ومناطق أخرى نعم من هذه المناطق التي يتمركز بها قوات النظام. بس يعني بالإكمال الحديث عن التطورات الميدانية، سقوط عدة قذائف هاون في محيط الجسر الرئيس في العاصمة دمشق وإغلاق المنطقة من قبل قوات النظام والشبيحة، وأنباء عن وجود إصابات في المنطقة بسبب سقوط القذائف، إضافة إلى في الريف الغربي سقوط برميل متفجرة وسط مدينة دارية، إضافة إلى قصف بالمدفعية على مدينة دارية. نعم حسان تقي الدين، الناطق باسم شبكة شام الإخبارية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل.